صباح الخير حبايبي رابع، كيفكم؟ إن شاء الله إنكم تكونوا بخير. مستعدين تحضروا مادة اللغة العربية؟ أكيد مستعدين، يلا بنشاط وحيوية بدنا نحضر اللغة. الآن حبايبي بدنا نفتح الدوسية زي ما أنا فتحتها، تفتحوا لي على التحليل الجزء اللي في الخلف، التحليل صفحة 11. طبعا تحليل درس اللي أخذناه مواقف من الحياة، مواقف من الحياة. بعدنا احنا بالتحليل القواعد الإملائية والنحوية لم نحللها، سنحللها الآن. أعزائي نفتح كمان كتابنا، جهز كتابك، افتح على نفس الدرس الصياد واللؤلؤة. يلا بدنا نحل مع بعض الصياد واللؤلؤة، نحل مع بعض درسنا. نيجي لسؤال القواعد الإملائية، عندي استخرج من نص الصياد واللؤلؤة. بدنا نرجع للنص، عشان هيك قلت لكم افتحوا الكتاب. نرجع لنص الصياد واللؤلؤة، نستخرج منه همزة متطرفة. حكيت انه الهمزة المتطرفة التي تكون آخر السطر، آخر السطر على السطر في الأخير، آخر الكلمة. وين في همزة متطرفة؟ نبحث سوية. إذا هون ما في همزة آخر السطر. تشاء، تشاء همزة آخر السطر متطرفة، اكتبها بالفراغ. تشاء، سبب كتابتها متطرفة. ما سبب كتابة الهمزة هون متطرفة؟ اكتب السبب، قلت لكم بأنها تكتب متطرفة. إذا لأنها سبقت بحرف علة الألف، حرف علة اللي هو الألف، سبقت بحرف علة الألف. تنوين فتح، يلا مع بعض نستخرج تنوين الفتح. هناك تنوينات كثيرة، عندك صيادا، عندك سمكة، كبيرة، موجود غيرهم. إذا اكتب بالفراغ سمكة كبيرة. همزة على نبرة، على نبرة يعني هذه هكذا، على كرسي، على نبرة، على نبرة. ابحث معي على كلمة فيها همزة على نبرة، هل وجدتم همزة على نبرة؟ نعم. أكافئك، ممتاز، أكافئك على نبرة. ماذا أيضا؟ ماذا أيضا؟ ها كلمة خائبا على نبرة، خائبا على نبرة، مليئة، ممتاز، على نبرة. الخزائن، أحسنتم. إذا هناك العديد من الكلمات، أكتب كلمتان في الفراغ. أكتب الآن، أكتب كلمات تنتهي بهمزة على نمط المثال. عندي كلمات فيها همزة، بدي أعطي كلمات على نفس الكلمة تشبهها. وضوء، سأضع كلمة هدوء وضوء. طيب عشاء، إذا هاي همزة متطرفة سبقت بواو. إذا سبقت الهمزة، بدي أحكي لكم ملاحظة، إذا سبقت الهمزة المتطرفة بإحدى حروف العلة تكتب على السطر، الألف أو الواو أو الياء. هان سبقت بواو، في المثال الثاني سبقت بألف، عشاء، لذلك كتبناها على السطر متطرفة. بدنا مثال على عشاء، غداء، وماء. جزء، جزء هون سبقت بحرف صحيح، ليس حرف علة، إذا سبقت بحرف صحيح كمان تكتب على السطر. جزء وبطء وعبء على السطر. سؤال أربعة، شيء أو الكلمة الرابعة، شيء تكتب على السطر كمان، ليش؟ لأنها سبقت بياء، ياء، الياء حرف علة. إذا شو هي حروف العلة؟ حروف العلة متذكرينها يا رابع؟ إذا الألف والواو والياء حروف العلة، ألف واو ياء. مليء وبطيء، مليء وبطيء، نفس كلمة شيء، ممتاز. نأتي للصفحة الثانية، تتحدث هاي الصفحة عن استخراج القواعد النحوية من النص نفسه، من نص الصياد واللؤلؤة. نرجع للدوسية، استخرج اسم. طبعا عندك في الدرس أسماء كثيرة، صياد، سمكة، ماذا أيضا؟ ماذا هناك أسماء؟ لؤلؤة، نعم، كلمة لؤلؤة وكلمة ألمان. إذا أكتبها في الفراغات. فعل مضارع منصوب، مين يعطيني فعل مضارع منصوب؟ منصوب يعني إيش؟ أخذنا مثال للفعل المضارع المنصوب، تسبقه أداة نصب، لام التعليل أو أن، يا إما لام التعليل أو أن. وين فعل مضارع منصوب؟
أن تقطع، لاحظ أنه تقطع فعل مضارع وأجر منصوب لأنه سبق بأن، ولام التعليل ليحظى، وينها؟ ليحظى، ها هي ليحظى، إذا هون لام التعليل. إذا عندي كلمتين فعل مضارع يحظى وتقطع، فعل مضارع منصوب، فعل بدنا فعل عادي، فعل عادي مش منصوب. يروى شو كمان؟ ها دخل، دخل. قضى كمان فعل، وغطى فعل، غطى في النوم أو في السبات. هاي كلها أفعال تقدر تكتب أكثر من فعل. إذا دخل وغطى، وشو حكينا كمان؟ إن انقضت مثلا، أو قضى، قضى. طيب بدي كلمات فيها لام التعليل، هي نفس الكلمات اللي أخذناها فعل مضارع منصوب سبقتها لام التعليل. إذا نحط اللام ليحظى ولتقطع، ليحظى ولتقطع. حرف جر واسم مجرور، هناك العديد في الدرس من حروف الجر والأسماء المجرورة. يلا نبحث مع بعض. إلى زوجته جار ومجرور. شو كمان؟ في جوفها حرف جر واسم مجرور. يلا كمان. على حاكم حرف جر واسم مجرور. طيب شو كمان؟ ناخذ كمان واحدة ونكتفي بحرف الجر والاسم المجرور. نعم. من الطعام حرف جر واسم مجرور. تستطيع تكتب أي حرف جر واسم مجرور أنت بدك إياه من الدرس. السؤال اللي بعده عزيزي رابع، ميز الجملة الاسمية من الفعلية يا بطل. ألف أو واحد، استعمل الرسام ريشة الألوان بمهارة. ميز الجملة الاسمية، استعمل بدأناها بفعل ولا باسم؟ هل هناك أحد اسمه استعمل؟ لا. إذا استعمل هون بسميها جملة، بكتب بين قوسين اسمية، جملة اسمية. وصلت الطائرة في الوقت المحدد، وصلت هون فعل، إذا بسميها جملة، عفوا عفوا عندي هون استعمل جملة فعلية، جملة فعلية، صحح معي، جملة فعلية، استعمل فعل ماضي. وصلت فعل، إذا فعل وصلت فعل ماضي، بكتب جملة فعلية كذلك، جملة فعلية. عصير البرتقال مفيد، عصير هنا اسم، إذا بدأناها باسم، إذا هون جملة اسمية. القدس عاصمة فلسطين، بدأناها باسم، إذا بكتب جملة اسمية. ممتاز. ضع دائرة على الفعل المضارع المنصوب، نحط دائرة على الفعل المضارع المنصوب بلام التعليل. زرت مكتبة المدرسة لأكتب، إذا نحط عليه فتحة لأنه منصوب. تقريرا عن الطيور، استعمل الفرشاة، استعمل الفرشاة لأحافظ، حط كمان فتحة. تدرب اللاعب بجد ليفوز، حط عليها دائرة، حط عليها فتحة. إذا هكذا أكون أكملت القواعد الإملائية والنحوية أعزائي رابع. بتمنى رابع أنه تقرأوا الدرس، أتمنى أن تقرأوا الدرس، تتدربوا على قراءة الدرس، تدربوا على قراءة الدرس.